السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا ننكل أخطر أفعى كوبرا سميا في العالم. هي الكوبرا لها وراء العين. طبعا هاي الكوبرا مثل ما قلت لكم أنا مستمر معاكم في كل حلقات الأفاعي. الحوض تبعها خرب، انكسر الكزاز، هاي الحي مش مزحة. يعني أحيانا أنا بقعد بفكر بيني وبين نفسي الصراحة، بقول هاي الكوبرا شو عمل فيها؟ حنطها يعني عن جد خطرة والله يا أخوان، كرستها على القبر في الشي هاي. هاي بتقتل 30,000 حول العالم. يعني في عندك مثلا كل أنواع كوبرا كثيرة، لكن هاي من أخطر أنواع الكوبرا سميا، يعني فيش معها مثلا من نوع الكوبرا. أنا بقصد هاي على طول على النفس بتخنق بتموت. يعني إذا كرستني أنا بجوز 20 دقيقة نص ساعة بكمية مضاد هنا فيش لها بتاتا. سويت لها حوض مرتب محصن كزياز كل اشي مجهز. طبعا زجاج اقل اشي 8 ميلي هون خمرة بسمكم، وبدي انكلها طبعا مؤقتا ويكفيكم شر الافاعي كلها السامة. داخل غيار. طبعا قريبا راح نعمل قبلة للكوبرا. هاي كبرت انا بكبر فيها طبعا. جمالها ساحر، لكن زي ما انتم شايفين جمالها ساحر لكن سمها يما قلبي الصغير لا يتحمل. يا كوبرا أرجوك يا حبيب، شوف شوف الجمال، شوف الجمال. هاي لها عين ورا، شايفين في نوع لها بيجي زي نظارتين ورا. إذا عمركم شفتوهم هنديات أسيويات، هاي أسيوية الأفعى كبرت طولات. هاي جبتها زي الفرخ عندي، هدولي لغات تكلالي ما شاء الله عليك. كوبرا كوبرا بعدها بقية كوبرا. يا أخوتي على بيتك الجديد ارجع ارجع ارجع. طبعا حطينا لها جوا كرتونة هي بتفوت، لازم الكوبرا ينحط لها اشي وتفوت. ايوه زي ما انتم شايفين على اشي لقيتها بحالها بتفوت. مش مشكلة مش مشكلة، مو مشكلة. هيك تمام. طبعا البيت مرتب، هي دخلت جوا. هاي بتضل الكوبرا بتحب تضل وين؟ جوا. قريبا راح ايش نعمل فيديو، لان كل سنه نعمل قبله للكوبرا نقبلهم.